دشن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن فرج البحسني بالمكلا مشروع المخابز الخيرية على مستوى 3 مديريات بساحل حضرموت. وخلال التدشين تعرف إلى شرح حول المشروع الذي يتضمن 5 مخابز خيرية موزعة على مدينة المكلا التي حظيت ب3 مخابز في مناطق فوة وحي السلام والديس، ومخبز بمديرية غيل بوازير وآخر بمدينة الشحر، على أن تنتج كل مخبز 6000 حبة رغيف بإجمالي 30000 حبة رغيف، وتباع بسعر مدعوم بقيمة 20 ريال يمني لكل حبة رغيف. Thank you.